السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم جيتكم بواحد المسألة سهلة مهلة ويمرزني الشيوخ. عندنا الملح كما تشوفوا وعندنا الشبة يعني ثمن رخيص وزهيد. نشد الملح ونشد الشبة ونقرأ عليهم بسم الله أمسينا بسم الله أمسينا بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ومتنيع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من استعاذ بموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات جزرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إن زينا سماء الدنيا بزي الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذبون من كل جانب دحورا مع عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعوا شهاب ثاقب ثم أقوم بجعلك الملح وذلك وتلك الشبة في الماء في الأول ثم قراءة هذا القسم الرباني الطاهر الزكي ثم أقوم برش أمام المنزل وكل ممتلكاتي الله يوفق لزول الشرك.